عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت خيرت وانسلامي ملكة دافع عالم كسوكنتهين قرب تشوي وقل قل تشوي وانسلامي ما لو سهدي انت سبح واسبح وناكسن هدي قلب انت وقلب وناكسن هدي هميد انت هنا وهبي وناكسن. لما أنت صاحبي وانسلامي رسو مالا من نمو كوارا وذكر كوارا ولا لا هذا تسجع على هذا على سكنافو لبكا يحاسد نمدا يحقدك يقبا يقبيالد انت وين سكناف هذا ينور رسو مالا هرمك وينو كقيب قادنا يو وناقا قفك واحتمانا يانا سيرفع عنو دبلوماسيا وبروتوكول كالألان يو وحلور راتسدو عدي ربطين وحرات ستو إن قد دايا كلمة دايا نوصل نغنوضة اي اه وحبا لموضة لحايو وحيابا كلمة دايا عين كاسو تطبان يا استعمالان بريهانو يكالكتين كلمة دايا ديك سدان و اي دادك كاقعب سيان مركا على اسكان نافو وحان لجو لوضو كلمة دايا لاستعمال بريهان صبحي او اه وحبا لموضة لحايو سدانيو وسدانيو كل بلا رواء إن غير لكعيو كم إذا سمالان وحنا يدك وحابة عايك استعمالية السياسة كرادين يا كوان توبان ومركي وحرا سنيا عقل جوج يا مسكح دودي علم جوج يو وحو صبرتي وحكون راسد أو مركا كغيب قاتو وحكوا راس المشرت إن قفكو نورشي صور رعضة يسقو وتيس تري يا رنتو تمد كلا أما وش ليها سلان تتكوكر أما قبيل سلام كروش ليه تنيسي نقف كفوفو ونلوش الرعضو ومبطل إنعك الرعو ودد كيسي إيه الكيسي حفدس وكفكرو يا كفي عين تد وحان الله قدران أتكفو في سيد تاسين هرمير كوغارنا دير نيريال سمايلان وإن تابرنا وإنو كقدبنا وحان لرقى بيالة دايو ريربا وحكم غيهينيو ريربا وحبضانيو ريربا وحربايو اللهم نمائيو كلمة ده عين كاسوكرا وعضر وحنون حنوه ونوع من الدسيس بليف مي وحيابا هادي مسكا هادي كقول حيان you sick you need help mentally بركاس so sick باتاي so you need help بركا وحيابا سي قفك قدبو قفك انو كفك انو همي يشم موقتهاي هراو الصعودو فيوتر كي مستقبلك مستقبلك نفتي سوانو ايغا انتو ميلاك لأيو داتك لو كتشي دم موقتهاي ريرك لأيو قبائلك لأيو مكرانيس تهاد انو كفوفت دو هرم بركا كشاقي سيدو you know خير كا كشاقي سو عروت هذا داتك اهلك you know what I mean that's the مهمدو لكن لو بانا إن أفكو وحان مهمة هين أوضتك إيه أمضتك لك حانسي بك الشكي برقا ما توحن دوني أنا استكنت نستود تهيكو قلوب آد أمهيمة ومانتا ورر آد لغو فرحاء قلبك سوحوي ما شاء الله تبارك وحا مانتا لغو على مساري مقالا ما حاجة مرد سومالي هرقيسة قريد دادا كميدا باشا لبانتي هر قوش عدي يا قبل كسول يقصو جدان قراد كاسيو ما شاء الله لأيرا قراد راقي قراد عبدالغني قراد جامع وماتا بلوين تا لبانتي لو على مساري وكان شغين دونا نبت قليدا هر مركا ريركا ايو ايو سوسو دوين تا ماتا لغا شغين دونا انميسك وضا هادالك ينهود لغو صواف جرو dagaalkii ka dhacay laascaanood ee dadka wax magratadii ay umada marin hababeen laakiin alxamdulillaah ma taladi wax mudda taladi reerka ma taa wax mudda in ay ku soo biyushwatay gacantii iyo wadadii saxda ahayd walillaah alxamd wax lagu farxay weeyaan ma sha Allah ta'ala halka wax ka hadlay ruug cadaagi siyaasiga ahaa يجبرد سومالان إبراكيسن ده وكمه على وضع قرنية وبروفيسوركا إنجنيركا دكتوركا فراتون أخرنتي حق نبتها وشي جي حافظة أويري ده ربعان تمر كستوى الدجاج قبل كستوى الدجاج وكم إذا قبل سومالان نترك سومالي أردن مين بدهم بدجاج إثيوبيا بدجاج ده مالك استوى شو قال
reer ku reer balaaran marka maxaa keenay in wasaal weyn moogto oo da weyn in la suuti maxaa keenay in dulbaantaha reer Soomaaliland dagaal la galiyo moogtay waxna wax weyn deer reeruhu way wada degaan oo qol walba reer ayay wada degaan talakaasi danda ay wixii deegaankaasi ay wada qaybsadaan oo ay de siyaasad iyo nidaam iyo ay wax wada sameystaan dadku kale ee beelaha kasoo jeeda ee gobolada kala jooga ama wadamada kale ku noolna taas waa la iska warayaa ayay ugu halkoogaas ayay ugu wax ku yihiin moogti marka su'aal weyn weeyaan maxaa keenay in rubaantii reer Soomaaliland iyaga dagaal la galiyo oo dagaal loo horseedo oo waxaan jeen laga dhaadhiciyo oo la yiraa in Soomaaliland ba ay kana oo yaani hadal aan runtii aan wax faa'iido lahayn runtii arintan aad ugu hadlay ما شاء الله تبارك كويس لك سينا Soomaaliya waa la wada ogsoon yahay waa la wada ogsoon yahay ama waxa horay marka wax leeyahay nimanka garadadaha garad ku sheegadaha bacad uu shaqeyn waayo aqlo sida kale uu shaqeeyo waxa leeyahay saaxiibba waa ku fashilanteen meesha ku fashilanteen filipino raaba cunay dukaamada afurteed ee masaariicda waa soo xirantay waa soo afjarantay waxa weeyaan maata cidlee taagan tihiin shaqeyn ka hadhay masaakiinta hataa wareerinay ayaa dib u soo celiya walaal reer Soomaaliland ee ahaayeen awalba ee wax ku ahaayeen agtooda ee iyagu ay wax ahaayeen ee gobolkooda iyo gobolkooda si fiican ugu dhisnaa ee horumarka uu ku socday ee maanta ay gadaal u dhigteen warkaas ma socday maaha saaxiibeyda waxaad leeyahay nimankaas halkooda ku soo ceshan tirada faraha uga qaada oo tirada gacanta uu soo geliya mahad cambaashe ina koore faratoon madaxda qaranka halkaa joogtay qaranka dowladda Soomaaliland ee reerka ee beesha ah dadkaasi tala iyo tusaale ay ku godaa dadka cadu ugu soo galiyay oo faraha kala baxa garaadadiin waa fashilanteen oo maanta faashiliyiinba sawiradiina aad la gasheen madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaya in aad fashilanteen diguna soo wada furtaan walaa xawla walaa quwata ilaa billah calii caliim dahara alxaq وزهق الباطل إن الباطل كان سهوقا وحويا وفشلتين عقيبا قطر حي تجربة سومالا دبرا كيسا وكل حد قدبتين دبوا كدشان ومدي شين كبا دبوا كدشان غير لا صعيبا دبوا كدشان الله على وحد سوك بسمت طوال حين تقال تقال كقلع وحد كدب بيسي فشل باونا فشل باونا هبا كدب بيسي ومدى قن عصان وطرا ذا ورقلب بعد ايه aad qaad ku saxal gafayee walaalay wuxuu reer Soomaaliland wada hadal la furno taas ka fiican wax kasta xeer weydina tii saaxiibyal salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh halkaas waa fashilkii garaad
عند وقت وشري ما كله أي فهم اللي كان يسوي حكومة يدور بعنته على قي أبا إنه قرأت كي تطبيق تبنات أبا كيس تدري تبنات دي هي عبد القري كي تطبيق تبنات بنو مري شذا درادة لك استوى دجاج هكذا سوى شيء ده يو ده يبي ويه حاجة كلية معها رقنكا وحيكون درس ده إنه قرأت كي سياسة garad ali wuxuu hoggaaminayay siyaasadii gubaysiga laga saaray Soomaaliland xaga deegaanka isaga hoggaaminay markii dambana 4 nin ay ka soo saaxay xurriyadda uu ka mid ahaa markii dambana wasiiradii ugu horeeyay ee dawladda Soomaaliya ka qayb qaatay buu waxaanu isleeyahay anigu waxaan ahaa dadkii u yeeshay نصيب كاين انا عبد الغني وحبه ضغط الجمهور